بالروم الأخيرة والجولة الأخيرة والفرصة الأخيرة للنجاة والفرصة الأخيرة للفوز والنجاة والتأهل إلى النصف نهائي. نحن الآن في خريطة بيرغا توري، كانت مفروض تكون كالهاري ولكن للأسف خربطنا كالعادة وتركناها بيرغا توري. خلينا نشوف عندنا أحفاد عمر الآن نازلين مع الجريت وول، الجريت وول يحاولوا أنهم يتجهوا للإطفاء، وعندنا كمان أحفاد عمر بالسنترال، إنفينيتي أتوقع يحاولوا كمان أنهم يتجهوا للسنترال، في عندنا الإف إل جي متجهين للفورج، وفي عندنا الشادو تيم متجهين للتلج. نشوف الأم توب تيم ونشوف الفوريو، نشوف الهيروشيما، نشوف الباور، ونشوف كمان السبرايز، كلهم موجودين ببرازيليا. نشوف الأم توب موجودين بالفيلدز، ونشوف السهم قاعدين يحاولوا ان هم يتجهوا للجزيرة، لجزيرة الموت هاوس اسمها صح؟ موت هاوس. انا اي هاي تبع برامودا ولا برجاتوري؟ تبع برجاتوري. مش حافظ غير يلا والنمبر. عندك الماوس يا زيزو. طيب خلونا نشوف الان عندنا الجولة الثالثة والجولة الاخيرة والفرصة الاخيرة للنجاة، نشوف مين منهم سوف ينجو ومين منهم سوف يتأهل معنا الى النصف نهائي. طيب نرجع مرة تانية نشوف مين هم الفرق اللي قريبين من بعض. خلينا نشوف سبرايز وفور يو هم الآن في برازيليا، سبرايز وفور يو وهيروشيما الآن في برازيليا. في عنا الفور يو قريبين كل القرب من تيم رقم 5 واللي هم سبرايز. هل هناك، هل سوف يكون هناك فايت بين سبرايز وبين التيم رقم 1 واللي هم الفور يو؟ في عنا فاست بلود عند أحفاد عمر، أحفاد عمر الآن في فايت، أول كيل عند أحفاد عمر. خلينا نشوف أحفاد عمر الآن في فايت أسطوري ضد الانفينيتي. ايش هو هذا الفايت؟ فايت خرافي واسطوري عند احفاد عمر ضد الانفينيتي. واحد من احفاد عمر الان نوك داون. خلينا نشوف احفاد عمر واحد يحاول يضرب. باقي عندنا اللاعبين، باقي عندنا اللاعب الاخير من الانفينيتي. خلينا نشوف ماذا سوف يستطيع ان يفعل هذا اللاعب الاخير من الانفينيتي. يلا يا محمود، هذا محمود اللاعب الاسطوري. باقي عندنا لاعبين، باقي عندنا الاتس اوكي ومحمود من الانفينيتي. خلينا نشوف محمود واتس اوكي شو راح يقدروا يعملوا ضد احفاد عمر. احفاد عمر الاربعه موجودين حاضرين باثنين كيل في السنترال، اشتباك اسطوري، اشتباك خرافي. محمود يحاول الان انه هو يلتحق بصديقه اتس اوكي، ويحاولوا الان انه هم يبعدوا عن هذا الفايت. طيب نشوف اتوقع انفينيتي راح يبعدوا عن هذا الفايت ضد احفاد عمر. نرجع مرة تانية لعند الكلانات اللي كانت قريبة من بعضها، واللي هو كان عندنا في عندنا الهيروشيما. الهيروشيما بتوقع هم الان في فايت. خلينا نرجع مرة تانية، راح يرجعوا راح يكملوا الفايت. احفاد عمر وانفينيتي ما خلص هذا الفايت، ما خلصت هذه المواجهه، المواجهه الان ما زالت مستمره. ونشوف الان لاعب نوك، اثنين لاعبين نوك داون من عند احفاد عمر. تم التفنيش على لاعبين من عند احفاد عمر. هذا هم الانفينيتي يا ناس، يضربون من غير احساس. الان عندنا مواجهه عادله. الان باقي عندنا فقط لاعبين من احفاد عمر ولاعبين من انفينيتي. هل يستطيعون الانفينيتي الان ان يفنشوا على احفاد عمر ويستبعدوه من هذه البطوله، ام احفاد عمر سوف يستبعدوا الانفينيتي؟ نشوف هذا اللاعب، نشوف والله حرام على اخر لحظه. ونشوف هذا اللاعب الاسطوري محمود قدر انه هو يستبعد اخر اثنين من احفاد عمر، وهيك بتكون الانفينيتي استبعدت احفاد عمر بالكامل. كفو الانفينيتي، جي جي لاحفاد عمر، ما قصرتوا صراحة. كانت الأولوية بالبداية لاحفاد عمر، كانوا هم مسيطرين، ولكن الانفينيتي قلبت الموازين في الأخير وقدروا ان هم يستبعدوا احفاد عمر. ونشوف مرة تانية عندنا اتس اوكي ومحمود، هم اثنين العايشين مثل الجولة الأولى، باقيين هم اثنين الآن عايشين. كفو محمود قدر ان هو يشيل ثلاثة من احفاد عمر، واتس اوكي بالكيل، اربعة كيل عند الانفينيتي. كفو وحوش، وما قصرتوا يا احفاد عمر. طيب نرجع مرة تانية، عندنا تم استبعاد الباور بالكامل، الباور تم استبعادهم بالكامل. اتوقع الباور هم كانوا ضد الهيروشيما، الهيروشيما قدرت ان هي تستبعد الباور بالكامل. كفو للهيروشيما، في عندنا لاعب نوك داون الهيروشيما، وباقي عندنا الاربعة الهيروشيما الان حاضرين جاهزين في البرازيليا للفايتات، مستعدين بالثلاثة كيل. خلينا نشوف الان الهيروشيما شو راح يقدروا يعملوا في هذا الفايت. الهيروشيما الان في فايت اخر، لا يحاولوا ان هم يبتعدوا عن الفايت ضد التيم رقم 1 واللي هو ضد الفوريو. نشوف الفوريو تحاول ان هي تضرب، ولكن الهيروشيما وين؟ الهيروشيما باي باي يا حبيبي، الهيروشيما انسحبوا من هذا الفايت. كفو انسحاب التكتيكي اسطوري. نشوف الاف ال جي،
نشوف الاف ال جي الان موجودين بالفورج بالسيارات، نشوف الهيروشيما، نشوف السبرايز، نرجع للام توب تيم، نشوف السهم الاربعه موجودين حاضرين. الله يا السهم، الله عليكم يا اساطير، الله لو يعملوها السهم، الله لو يفعلوها السهم، الله لو يفعلوها السهم ويجيبوا البويه الثالثه. والله انا بقول يستطيعون، انا بقول يستطيعون صراحه. ها ولا زيزو بعت لي المجموعة من نفس هذا الروم وين اللي عم يلعب الصاروخ فيه يا هلا سهم؟ اسمه وين وين الصاروخ يا سهم؟ وين يا وئام؟ وين النقب شادو تيم؟ عمر ايش النقب تبع احفظ عمر؟ لك بعت لي اياها كلها يا اخي، نسخها وبعت لي اياها. هاي المجموعة الاولى اللي بعت لك اياها تبع هذا الروم نفسه اللي قبل هذا الروم، فهمت؟ نسخها وبعت لي اياها. اعطيني نشوف الان عندنا ام توب، ام توب في اشتباك ضد سبرايز، خلينا نروح عند سبرايز نشوف ام توب تيم في اشتباك ضد سبرايز، خلينا نشوف هذا الاشتباك الاسطوري، نشوف ام توب ضد سبرايز، خلينا نشوف ماذا سوف تفعل سبرايز ضد الام توب، هل سبرايز سوف تستبعد الام توب ام الام توب تستبعد سبرايز؟ نشوف هذا اول كيل من عند سبرايز سحس، اول كيل فيرست بلود من عند سبرايز سحس، قدر انه يستبعد واحد من من عند، نرجع مرة ثانية لعند من عند التيم تسعة، من عند لا الانفينيتي كمان، لا الانفينيتي بعيدين رقم ستة. ام توب استبعدوهم، باقي عندنا اللاعب الاخير من ام توب، اللاعب الاخير واللي هو ام هاجوس، ام هاجوس، نشوف ام هاجوس ماذا سوف يفعل ضد سبرايز. السبرايز الاربعه موجودين حاضرين، ما راح يخلوك، صدقني ما راح يخلوك. الان الاربعه مدرعمين عليك يا هاجوس، ماذا سوف يفعل هاجوس في هذا الفايت؟ الله لو تفعلها يا هاجوس، الله لو تديرها يا اسطوره، الله لو تفعلها يا هاجوس، خلينا نشوف هاجوس. هاجوس لا يا هاجوس لا، ما هذه الوقفه ما هذه الوقفة الغير أسطورية يا جوز. تم استبعاد الأم توب تيم من قبل سبرايز، كفو سبرايز. الآن سبرايز بالثلاثة كيل، ثلاثة كيل لسبرايز. نشوف الشادو تيم، الشادو تيم موجودين في الجزيرة يحاولوا الآن أنهم يلتحقوا بالزون. نشوف الانفينيتي الاثنين موجودين في السنترال مسيطرين. نرجع مرة ثانية نشوف الاكس فور، الاكس فور كمان الأربعة موجودين مسيطرين. نشوف جريت وول، جريت وول الثلاثة موجودين بالثلاثة كيل، كفوا الجريت وول. أحفاد عمر تم استبعادهم. نرجع مرة ثانية نشوف وين الاشتباكات القريبة، نشوف الهيروشيما ضد الفوريو، الهيروشيما الآن قريبة من الفوريو، هل سوف يكون هناك اشتباك أسطوري؟ هل سوف يكون هناك اشتباك خرافي ضد الهيروشيما وضد الفوريو؟ يلا يا فوريو خلينا نشوف، يلا يا هيروشيما. هذا ديفا يضرب الآن، ديفا يضرب على الفوريو الآن. نشوف أكاشي، نشوف هيرو تي في، نشوف تاركزا، نشوف تاركزا ماذا سوف تفعل هيروشيما ضد الفوريو. الآن هيروشيما بعيدين على الفوريو. نرجع مرة ثانية نشوف أو في عنا في عنا في عنا في لحظة 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 التيم، التيم رقم خمسة، التيم رقم خمسة آي استبعدوا الأخير، سحس استبعد الأخير من الإف إل جي واللي هو اللاعب عصام، كفو. نشوف مرة ثانية مين في عنا قريبين، نشوف الهيروشيما، ما في أقرب شيء هم الهيروشيما على الفوريو. نشوف الآن كمان الجريت وول قريبين على الفوريو، الجريت وول الآن قريبين على الفوريو. نشوف الجريت وول، الجريت وول ضد الفوريو، هل راح يكون في هناك اشتباك؟ لا أتوقع ما راح يكون في اشتباك. هاي الجريت وول قريبين ولكن ما في اشتباك. نرجع مرة ثانية نشوف الجزيرة، نشوف او الزون، والله الزون بعيد، الزون بعيد عن الكل، الزون بعيد عن الكل، الكل يجب الان ان يلتحق بالزون. هل راح يكون هناك اشتباك ضد الجريت وول فور يو ام لا؟ لا اتوقع الكل حابب الان يلتحق بالزون، ما حدا حابب انه هو يشتبك، الكل حابب يترك الاشتباك للزون الاخير. وين الصاروخ يا السهم؟ وين؟ شوف الشات كله قاعد ينزل صواريخ. كيفك علي؟ والله نزلت البرنامج عشان خاطرك حبيبي يا محمد، حبيبي الله يسعدك محمد سا حبيبي منور يا قلبي. طيب نشوف الآن مين في قريب على الثاني، نشوف الآن السهم، السهم قريبين على الشات،
السهم الان قريبين، خلينا نشوف السهم، ما راح يكون في اشتباك. الان شاد وتيم يحاولوا ان هم يلتحقوا بالزون، ولكن السهم اتوقع السهم راح يمنعوهم من الدخول الى الزون. الان عندنا لاعبين قريبين كل القرب، السهم قريبين كل القرب على شادو تيم. الان بدات السهم يضربوا، بداوا السهم ان يضربوا على شادو تيم. خلينا نشوف قدروا ان هم يطيحوا اول لاعب من شادو تيم نوك داون، والسهم تستبعد اول واحد من شادو تيم نوك داون، ولكن في عندنا زعامه الان كمان قدروا ان هم يطيحوا نوك داون. مين هو اللي قدر يطيح زعامه نوك؟ اتوقع تيم رقم 8، تيم رقم 8 واللي هو هو نفسه شادو تيم قدر يطيح فيهم واحد نوك. في عندنا الشادو تيم خسروا واحد من فريقهم، والسهم الاربعه موجودين قدروا ان هم يساعدوا بعض. الله على التفاهم باللعب، الله عليكم يا اسطير. في عندنا لاعب كمان نوك داون واللي هو فولكينو من السهم، ولكن الاصدقاء موجودين والمساعده موجوده. كفو السهم، كفو التفاهم، كفو المساعدة، سكواد مترابطين متساعدين مع بعض. الآن نشوف اس 79 يحاول ان هو يقترب من شادو تيم. خلينا نشوف اللاعب اس 79 ماذا سوف يفعل ضد شادو تيم. باقي عندنا من شادو تيم 3 لاعبين، ولكن هم بعيدين بعيدين، قاعدين يحاولوا ان هم يلفوا عشان يلتحقوا بالزون، ولكن السهم قاعدين يحاولوا. هو الان السهم ضد السبرايز، نشوف الان السهم ضد السبرايز. يلا يا سام، خلينا نشوف السهم ماذا سوف يفعلون ضد السبرايز. السهم موجودون، الاربعه حاضرون للاشتباك موجودون. السهم ماذا سوف يفعلون؟ السهم الان بعيدين على الزون. السهم الان لازم انكم انتم تروحوا تلتحقوا بالزون. السبرايز حاول ان هم يبتعدوا عن هذا الاشتباك ويروحوا يلتحقوا بالزون. السهم الان تحاول كمان ان هي تلتحق بالزون. طيب نشوف بس بسرعة بس خذ. طيب نشوف السهم، السهم الاربعة موجودين حاضرين. تخيلوا البوية تكون عن جد للسهم كمان هاي المرة. نشوف شادو تيم، شادو تيم مستلمين الان الهاي جراوند. نشوف السهم، السهم ما دعساهم فاعلين. السهم الاربعة نشوف الانفينيتي، الانفينيتي موجودين، اتس اوكي ومحمود موجودين الان. الزون، والله الزون غدر في السهم، الزون غدر فيكم يا السهم. يعني محاولة الاتجاه للزون صعبة جدا من عند السهم، ولكن رغم ذلك السهم اكيد راح يحاولوا ان هم يلتحقوا بالزون. خلونا نشوف، نشوف شادو تيم راح يحاولوا، شادو تيم قاعدين يحاولوا من على اليمين ان هم يلتحقوا بالزون. صراحة التفكير منطقي. ومن وراهم الفوريو تم استبعاد واحد من فريق الفوريو. في عندنا اشتباك، نشوف هذا الاشتباك عند مين، اشتباك عند مين، نشوف اشتباك عند الانفينيتي، نشوف هذا الاشتباك عند الانفينيتي. الانفينيتي الان في اشتباك، لا الانفينيتي بعيد عليهم الاشتباك، معناها تيم ستة، تيم ستة في ام توب، ام توب كانوا في اشتباك بس تم استبعادهم بالكامل. نشوف، نشوف الان شادو تيم، شادو تيم الان في فايت، شادو تيم عندهم واحد نوك. نشوف باقي عندنا برشلوني، وباقي عندنا فقط برشلوني من شادو تيم. شادو تيم ضد التيم سبعة. خلينا نشوف ضد السهم، السهم الان تضرب سبرايز. خلينا نشوف السهم، هل سوف تستطيع السهم ان تستبعد سبرايز؟ باقي عندنا لاعب واحد فقط من شادو تيم، والسهم كلهم مدمجين، لازم نضرب. نشوف الان السهم، السهم تضرب على سبرايز، السهم الان تمنع سبرايز من الدخول الى الزون. ما تستطيعون. يلا يا سام، السهم الاربعه موجودين حاضرين. السهم يحاولوا ان هم يلفوا من المكان نفسه اللي كان راح يلفوا منه الشادو تيم، ولكن اتوقع راح يكون هناك رد. باقي عندنا اثنين فقط من من سبرايز. نشوف الهيروشيما كمان، الاربعه حاضرين موجودين. نشوف الفوريو، الاربعه موجودين حاضرين. نشوف السهم، السهم راح يحاولوا ما يدخلوا الزون. في عندنا واحد نوك داون، اتوقع اللي قاعد يضربهم هم انفينيتي، قاعدين يضربوا عليهم انفينيتي. انفينيتي الان تضرب على السهم، انفينيتي الان تمنع السهم من الدخول الى الزون. نشوف هذا اتس اوكي، اتس اوكي، لاعب اتس اوكي قاعدين يحاولوا ان هم يمنعوا السهم من الدخول الى الزون، ولكن نجح احد اللاعبين من السهم. نجحوا اثنين بالدخول الى الزون. نشوف الان الانفينيتي تضرب مره ثانيه. باقي عندنا لاعبين فقط من السهم، تم استبعاد اثنين من عند السهم، كفوا للانفينيتي. اذا هم استبعدوا اثنين من عند السهم، والان نشوف الاشتباك عند الاكس 4. باقي عندنا لاعبين من الاكس 4، باقي عندنا اللاعب الاخير، وتم استبعاد الاكس 4 بالكامل من قبل هيرو.
هيروشيما، كفو لهيروشيما جي جي اكس 4. نشوف الهيروشيما الان، الهيروشيما الان هم اساطير هذه الروم، هم اساطير هذه الجوله. الهيروشيما الان بالثمانية كيل، بالثمانية كيل الاربعه موجودين حاضرين جلادين للفايتات مستعدين. عندنا هيرو تي في نوك داون، تم استبعاد هيرو تي في من فريق هيروشيما. نشوف ديفا واكاشي وطارق زا، نشوف باقي عندنا ثلاثه من الهيروشيما. نشوف الهيروشيما ماذا سوف يستطيعون ان يفعلوا في هذا الفايت الاسطوري. نشوف عندنا لاعب ثاني من هيروشيما كمان تم تفنيش عليه. باقي عندنا لاعبين من هيروشيما. الهيروشيما الان ضد الجريت وول. نشوف لا عندنا خطر نوك داون الان من الجريت وول، وعندنا كمان واحد نوك داون من هيروشيما. نشوف عندنا باقي ديفا، باقي عندنا فقط ديفا من هيروشيما ضد اثنين من الجريت وول. هل سوف يستطيع ديفا، ماذا سوف يستطيع ان يفعل ديفا في هذا الفايت؟ يلا يا ديفا تستطيع يا اسطوره. خلينا نشوف ديفا ضد اثنين من الجريت وول، تستطيع يا اسطوره ديفا تستطيع. خلينا نشوف، يلا يا ديفا تستطيع يا واحد. ديفا ضد اثنين من الجريت وول تستطيع. ديفا يحاول الالتحاق الى الزون. الله عليك يا ديفا لو تديرها، الله لو تفعلها. الله ضربه لانشر من عند الجريت وول في مكانها لعند الهيروشيما، وتم استبعاد الهيروشيما بالكامل. تم استبعاد. نشوف الفوريو، باقي عندنا اثنين من الجريت وول وباقي عندنا اثنين من الانفينيتي. والله يا انفينيتي تفعلوها، انا بتوقع انفينيتي ياخذوا هذه البويا. نشوف سبرايز، باقي عندنا لاعبين من سبرايز. هذه البويا للانفينيتي بتوقع. نشوف لاعبين من الجريت وول، عندنا لاعبين من الجريت وول، عندنا لاعبين من الانفينيتي، وعندنا لاعبين من سبرايز كمان. على فكره من كل تيم في لاعبين، فور يو لاعبين، صارت ديو يا شباب، والسبرايز لاعبين، وانفينيتي لاعبين، والجريت وول لاعبين. لاعبين نشوف ماذا سوف يفعلون الان. الانفينيتي، خلينا نشوف الان المواجهه من فوق. نشوف المواجهه من فوق الان. الانفينيتي يحاول الكل الان ان يلتحق بالزون الاخيره. الان الانفينيتي ضد السبرايز، الاثنين يضربوا على السبرايز. الجريت وول يحاولوا الان انهم يضربوا كمان على الانفينيتي. نشوف الان الكل يحاول ان هو يتقدم ويلتحق بالزون. الانفينيتي الان في الفايت ضد سبرايز. نشوف الان الفايت ضد الفور يو والجريت وول، نشوف ماذا سوف تفعل. قول اوه ضربه لانشر اسطوريه من عند الجريت وول، والان عندنا لاعب نوك داون من الفور يو. عندنا لاعب نوك داون من الفور يو. نشوف الانفينيتي، تم استبعاد الانفينيتي. باقي عندنا لاعب واحد فقط من الفور يو، ولاعبين من الجريت وول، وباقي عندنا لاعب من سبرايز. خلينا نشوف ماذا سوف يفعل سبرايز، ماذا سوف يفعل اللاعب الاخير من الفور يو، ماذا سوف يفعلوا اللاعبين الاخرين من الجريت وول. يلا يا روكي، يلا يا روكي، خلينا نشوف يا روكي. نشوف الجريت وول ماذا سيفعلون. نادر، نشوف نادر ماذا سوف تفعل يا نادر في هذا الفايت. مسدس الدم بالبستول، مسدس الدم، تم استبعاد الاخير، وبويا للجريت وول. والله كفو، قدروا انهم ياخذوا البويا بثلاثه لاعبين فقط، قدروا انهم ياخذوا هذه البويا بالمسدس تبع الاخير، بس ما قدر يجيب وايت شوت. بس مو هو اللي قتله، مو هو.